ويقول لك ازاي نساعد الولاد وقت الامتحانات من غير ما نضغط عليهم او نحسسهم بالتوتر والضغط. خصصوا مكان هادي، الاضاءه مناسبه للمذاكره، خلوا جنبكم كل حاجه ممكن تحتاجوها وانتوا بتذاكروا ليهم، كتب، كراريس، اقلام وميه. ابعدوا اي حاجه تشتت انتباه الاطفال زي التلفزيون او الموبايل او اي العاب بتاعتهم. كل ساعه بالكتير بالكتير، ها، خلي الولاد ياخدوا بريك 10 دقايق مثلا، ما تتدخلش خالص، هما يختاروا يعملوا ايه في العشر دقايق دول بتوعهم، يعني هو يعمل فيهم اللي هو عاوز. في نفس الوقت ما تسمحش بان فتره البريك تزيد عن 10 دقايق، لانها لو زادت هتبقى عاده وهتزيد وهتزيد وهتزيد. في فتره المذاكره والامتحانات بالذات لازم توفر للولاد اكل صحي كتير جدا، وتخليهم ياكلوا خضار وفاكهه. نقلل السكريات والوجبات السريعه. لازم نتاكد ان الولاد بياخدوا قسط كافي من النوم، اللي هو العدد الساعات اللي هو 6 ل 8 على الاقل، علشان الجسم يستعيد النشاط والمخ يرتاح ويقدروا يحتفظوا بالمعلومات اللي ذاكروها. حافظ على هدوء اعصابك انت كاب وانت كام، على هدوء اعصابنا ضروري جدا. مش لازم الولاد يحسوا ان الامتحان مساله حياه او موت. الاباء والامهات اللي ولادهم في رابعه ابتدائي كلنا عارفين انها سنة عجيبة جدا، وبقت تكاد تكون ثانوية عامة جديدة، ولكن مش لازم هم يحسوا بده مننا. مش لازم الام تنهار وتفضل تدخل في مرحلة الصراخ وحرام والولاد والمش عارف ايه قدامهم. حتى المكالمات اللي بيننا وبين الناس ان احنا بنشتكي من المناهج انها صعبة وتقيلة على الولاد، ما نقولش ده قدامهم. والنصيحة الدايمة، بلاش نقارن ولادنا باي حد، بلاش نقارنهم حتى في دماغنا مش قدامهم. هو قدامهم دي كارثة ما ينفعش تتعمل، ولكن في دماغنا بلاش نقارن ولادي بأي حد، ولا نقارن درجاتهم بأي حد. أنا ابني وبنتي متميزين في حاجة هم ربنا اداها لهم، مختلفين عن حد، عن أي حد. يعني إيه حدود صحية؟ بيقولك ده نقطة مهمة جدا قالها خبراء التنمية الذاتية وعلم النفس، وقالوا الحدود الصحية يعني أنا مسؤول عن تصرفاتي تجاه غيري، مش مسؤول عن مشاعرهم. أنا مسؤول عن تصرفاتي تجاه غيري، مش مسؤول عن مشاعرهم. محدش مسؤول بقى عن قراراتي غيري. أنا ما بضحيش باحترامي لذاتي علشان أرضي أي حد خالص. احترامي لذاتي ما ينفعش يقل عشان أرضي حد، ولا ضحي بيه أبدا. اللي بسمح بيه لأهلي غير اللي بسمح بيه لصحابي، غير اللي بسمح بيه لزمايلي، غير اللي بسمح بيه لمعارفي. أنا مركز في تطوير شخصيتي وتنمية مهاراتي رقم واحد. من حقي أنسحب من أي مناقشة لو حسيت أن أنا مش راضي عن أسلوب الحديث فيها، وأن الكلام بيستهلكني وبيستنفذ طاقتي. أنا من حقي أقول لأ لأي حاجة من غير أعذار أصلا. مش هينفع، أنا آسف، لكن كلمة لأ اللي بنتكسف نقولها مش هينفع نفضل نتكسف نقول لأ. إحنا بنقول لأ بنقولها بأدب وبأسلوب مهذب جدا، ولكن قول لأ. انا من حقي اعبر عن مشاعري ورغباتي وافكاري من غير ما اتعرض لانتقاد، او زي ما اقولك زي ما يقولوها بره كده don't judge me، ما تحكمش عليا، ما تنتقدنيش. مش من اي حد حقه انه يحكم عليا او يحجر على رايي. انا من حقي اعبر زي ما انت من حقك تعبر، ولما غيري يعبر لازم انا كمان اسمع.